لطالما اعتبرت محافظة حماة من أشهر المحافظات السورية في إنتاج وتصنيع مختلف أصناف الألبان والأجبان، وذلك لتوفر قطعان الثروة الحيوانية لا سيما الأغنام وتربيتها في باديتها على نطاق واسع، الأمر الذي جعلها مصدراً رئيسياً لمنتجاتها، ناهيك عن خبرة وعراقة حرفييها العاملين في هذا القطاع الإنتاجي والذين توارثوا هذه المهنة أباً عن جد. في تقريرنا اليوم نزور خيمة الأخ أسعد الأسعد، وهو مهجر من ريف حماة الشرقي، يعمل بمهنة صناعة الألبان والأجبان منذ حوالي 20 عاماً. هجر من ريف حماة بعام 2017 بسبب القصف على بلدته، وتنقل بين معرة النعمان والكثير من الضياع بريف إدلب إلى أن استقر في بلدة حزانو الواقعة بريف إدلب الشمالي. عند وصوله لهذه البلدة قرر البدء من جديد، نصب خيمته المتواضعة واستمر بمهنته التي يعتبرها جزءاً من حياته ومصدر رزقه. بالنسبة للحليب نحن بنجيبه من عند الغنام، والغنام وين بيروح بنلحقه، وين بيروح بنلحقه بنجيب الحليب من عنده، بنجيب الحليب ونصبه بها البراميل، نصبه بها البراميل ونشتغله، نشتغله نحطه بالكرسي، بعد ما نحطه بالكرسي نقطعه بشكل أقراص، بعد ما نحطه بشكل أقراص نجيب الخشب نكبسه ساعتين أو 3 ساعات، يعني نكبس الجبن لحتى ينشف على آخر، بس ينشف على آخر بنحطه بمية الملح، بيضل بمية الملح لتاني يوم الصبح، تاني يوم الصبح بنطالعه وبنبيعه للناس، وهذا المجال صار لنا بيه تقريبا 20 أو 25 سنة نشتغل بهالمجال هذا، ما تركناه والحمد لله رب العالمين. وبالنسبة لهالجبنة الحمد لله عايشين منها عيلي واثنين عيلتين، يعني عايشين من هالجبنة الحمد لله، وفي معنا شباب عم يشتغلوا كمان عايشين من وراء هالجبنة ومن وراء هالشغلة، والحمد لله رب العالمين مستورة الحمد لله. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.